السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا صندوق النقد الدولي يوافق لمصر على قرض ب3 مليارات دولار. أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميا الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار اليوم الجمعة. وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات. ويضمن الاتفاق مع الصندوق بحسب بيان سابق له في 27 أكتوبر الماضي مساعدته في الحصول مصر على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار، منها 1 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، و5 مليارات دولار من شركاء التنمية الدولية وإقليميين. وكان محمد معيط وزير المالية قال في تصريحات نهاية أكتوبر الماضي بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وسيتم تحسين كفاءة وفاعلية وزيادة الإيرادات الضريبية لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ليصل كل جديد في ميعاده. وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.